إلى الرأي العام، إلى الرأي العام والمنظمات الحقوقية خلال 10 سنوات من الثورة، والشعوب في شمال وشرق سوريا تعيش بوحدة صف أمام الهجمات الفاشية التركية وحكومة أكب وعوانها من المنظمات الإرهابية التي كانت ولا زالت تسعى إلى احتلال المزيد من مناطقنا وتحقيق حلمها العثماني، ونتيجة ذلك زادت من أساليب اللا أخلاقية والبعيد عن الإنسانية والتي مارست القتل والتشريد والأساليب القمع على شعوب المنطقة الذين دافعوا عن مكتسباتهم. وعن هذا الأساس نندد هذه الممارسات والعزلة المفروضة على القائد وعدم إعطائه المجال لمحاميه وعائلته لزيارته لمدة أخرى كجزاء ليزيد التجريد على القائد. وأيضا نندد الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين العزل والإداري في المؤسسات الإدارة الذاتية، وآخرها استهدافهم لسيارة في خان سري، ويحصل على كل ذلك أمام ناظر العالم ولكن دون تعليق. فهذا الموقف يفتح الطريق على الحكومة التركية للمزيد من الانتهاكات. فنحن كالمجلس مرأة في عوائل الشهداء وأمهات السلام نقف موقفا بهذه الهجمات والأساليب الغير أخلاقية، ولا نقبل مطلقا هذه الممارسات العدوانية على شعبنا. بالروح بالدم نبني كل جمال، بالروح بالدم نبني كل